السيدة قتل الوفاة انتهى مازال للحياة وإن شاء نرفع الدعوة لجميع المؤسسات للعدالة والعدالة وهذا نفقي ولو لأنما وغسبوا في زمان العدالة يزيغة حل القضية يا صويرة قيلا نواجي ولا نقيش نتموت إلا غير ناضي المغرب لأنه حل ناضي إيوة ما مشي السنة مرة جميع المواطنين أن منتخبنا نرجي مازال بهمشة تعيش المرحلة العالمية مدينة رأس الماء درنا وقفات أخرى العشرات اللي وقفت عند بشوية رأس الماء بدون نتيجة بدون لقاء تواصلي مع المسؤولين لحل بعض المشاكل التي تعيش بها فيها يعني ساكنة رأس الماء وهي مشاكل مستعصية يجب أن يوجد لها حل لأنها بكل صراحة تعني هذه المشاكل. هذه الوقفات الاحتجاجية دارت لأنه رأس الماء ولات كتعاني يعني واحد الحقر كتعاني من ناحية التهميش من ناحية الإقصاء في جميع المجالات. التعليم ما عندناش، الصحة ما عندناش، ملعب الكرة آخر حاجة هي الرياضة، ما كنتوفروش على ملعب كرة القدم ولا ملعب كرة السلة وحتى واحد يعني حتى واحد المساحة أننا نديروا فيها غير الحركات سخينية. احنا ما بغيناش كاع نلعبوا هذه الكره غير مساحه خضراء. من خلال الهضره ديالكم ما سمحتوش عندكم كتهضروا بزاف على الباشا وعلى المجلس وعلى الرماد لانه زياده على المشاكل الاجتماعيه كاين مشاكل اخرى. هذا الشيء كيركز عليه الشعب لانه هذا واقع معاش لانه تحلت عشرات المقالع ولكن ملي كتمشي للارشيف نتاع الرخص كتلقى مقلع ولا اربعه المقالع عندهم الرخص والباقيين كيستافدوا وبتواطؤ مع المجلس البلدي وبتواطؤ حتى مع الباشا لانه باش يجي الباشا كندخلوا عند الباشا كنقولوا له سيد الباشا راه كاينين يعني مقالع تحلات بدون رخص فهمتي كيفاش وما كيحركش حتى ساكن كيحرك حتى شي ساكن فهمتي كيفاش انه ملي كتمشي عند البلديه كتطلب ابسط الامور كيقول لك عندنا نقص وعندنا عجز في الميزانيه اذا احنا عندنا مقالع وكيخرجوا الكاميونات يوميا بالصدى ديالو امام الاعلام لانه ما قام حتى بشي دور فعال ما حرك حتى شي هاجس من اجل هذه المعاناه اللي كتعيشها ساكنه راس الماء خاصه الرشوه اللي بعض البنايات تبنوا بكلفه 1200 درهم وبعض المواطنين كانت يعني تحققت معهم الصحافه وقالوا هذا الشيء علنيا وكاين بعض الناس اللي عطاو تصريحات وعطاو حقائق على هذا الشيء. السي بوعرفه قلت لنا بان هذه تعتبر اخر وقفه وإلا ما استجب لكم السيد الوالد في المطالب ديالكم. هذه الوقفه اصلا حنا ما درناهاش باش نحرجوا السيد الوالد ولكن حنا كنستنجدوا به لانه كنا كنرفعوا شعارات كنستنجدوا يعني كنستنجد بصاحب الجلاله ولكن ربما كاين بعض الاجهزه اللي ما كتوصلش الحقائق
للديوان الملكي، واضطرينا اننا نجيو للسيد الوالي باش يدير لنا حل. وفي حاله انه احنا سمعنا بانه الناس ولا ما دارش معنا الحل. السؤال اللي طرحت عليك انتما اعتبرتوها اخر وقفه، ولا ما استجب لكمش الرغبه؟ مباشره غادي نتجه لمقر البرلمان او لا 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 شي واحد. السؤال غادي نطرحه لك وجاوبني عليه، علاش انتما بلديه راس الماء بغيتوا بزاف نتاع الشباب بغاو ينسحبوا لجهه وجده وبركان؟ لانه الصراحه اقليم الناظور ولا معروف عن 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 الجهه عند يعني ولا معروف وطنيا بانه اقليم فاشل. الادارات ديالو فيها عجز، ما يعني الناس اللي كتخدم في الادارات ديالو ربما الا مشيتي على ابسط الوثائق خصهم يشحفوك، خصهم خصك دير يعني خصك دير معاك الشوير باش تدخل الاداره نتاع اقليم الناظور. لانه يعني مساله نتاع سنياتو كتطلع عندها 3-4 المرات، وكنمشيو مثلا البركان كنلقاو راحتنا. ودابا قررتوا باش تنسحبوا من بلديه راس الماء؟ اكيد غادي الا ما كانش الحل من السيد الوالي او من الرباط غادي ننسحبوا. واش ممكن الاخ يعطينا الاسم الكريم كذلك؟ بالاخ نعرفوا هو بحاري، هضرنا شويه على البحر، المشاكل ديال البحر، المشاكل ديال البور. اسم كريم؟ اسم ادريسي. اسمح لي راك عارف كان غنقول شي شويه ما كان مشكل قبوله داكشي في المسائل النظاميه والبلادي. انا ساكن سكان ساكن كنا بالاسم الله يرضي عليك باش المواطن يعرف. ادريسي يوسف الادريسي انا ديال البحار ميكانيسي ماغيتي من وليد بلديه راس الماء. عندنا تبارك الله بلديه كتمتاز بخط ساحل ديال الشاطئ كيتعدى 7 كيلومتر، كيتمتاز من بين احسن الشواطئ الوطنيه. عندنا واحد المساحه جوفيه محميات وزائد مصب ديال المويه، هادو كلهم موارد جد هامه. ولكن البلديه ديالنا كتعيش من واحد التهميش اللي كتنهجوا واحد الاداره، ما غاديش نسميها الاداره المسؤوله، غنسميها الاداره اللامسؤوله، ومن واحد الرئيس اللامسؤول وباشا اللامسؤول وبعض اللوبيين اللي احتكروا هذه البلديه ودوها كم امبراطوريه وكم ملكه ديالهم. يعني هاد الناس ولاو تيطبقوا انظمة وقوانين ذات الدماغ ديالهم، يعتبروا خاص لنا بغاو. ونداء السيد الوالي صاحب جلالة أن ديك المنطقة أنا مشى عايشة في واحد الظلم والاضطهاد، وداك الشيء اللي كيبغي حتى شي واحد. وكنتمنى من الناس يديروا واحد الالتفاتة ويشوفوا ما شاء ورب العالمين يدير لنا التوفيق. لا إله إلا الله. سي يوسف، واحد السؤال آخر. كنلاحظوا ان غياب الجمعيات الحقوقيه من بين الهيئه الحقوقيه والجمعيه، زعما واش ما طلبتوهمش ولا؟ بالنسبه لنا الجمعيات ديالنا المحليه هذه جمعيه مبتكره من طرف الرئيس ديالنا. لا الجمعيات الحقوقيه على الصعيد الاقليمي والجهوي فهاد الساعه ما كاينش حتى شي استجابه ديال شي جمعيه. واش طلبتوهم وما استجبوا؟ مازال ما استجبنا حتى شي واحد. فهاد الساعة حنا في يدنا في يد الله، فهاد الساعة حنا راه في عندنا الله. وكنطالبوا من المسؤولين والجمعيات الحقوقية اللي كاينة في المغرب واللي عندها غيرة على الوطن أنها توقف معنا وتشوف لنا شي حل لهذا المشكل اللي حنا عايشين فيه. لا إله إلا الله. وكذلك السلطات على مستوى عمالة إقليم الناظور من أجل استجابة لمطالب هؤلاء هذه الساكنة، كما قلنا مطالب مشروعة، مطالب طالب منها لا نطالب أكثر مما يمنحه لنا القانون. وقلنا سنستمر الاحتجاجات في إطار القانون، وكما قلنا يجب أن تحقق مطالبنا في إطار القانون، وستصعد الأشكال النضالية إن لم يتحقق ما نطالب به دائما في إطار القانون. إذن هذه تقريبا كل ما جرى تقريبا هذه 3 أشهر أو 4 أشهر. نتواجد اليوم أمام الولاية دائما بنشر الملف المطلبي. ملفنا المطلبي فيه مجموعة من نقاط أساسها المشاكل الاجتماعية، وكذلك كما قلنا فيها ملفات من أجل الكشف على ملفات الزوير والفساد إلى آخره. قلناها مرارا وتكرارا سنستمر في الاحتجاجات إلى غاية أن نحقق ما أتينا من أجله، لأنه كما قلنا مرارا وتكرارا لا رجوع للوراء إلا إذا حققنا ما نصبو إليه وما نتمناه وما كان يجب أن يكون هذه سنوات. إذا فهنا من هنا كذلك أجدد وأكرر تحية نضالية لكل الأحرار، لكل من قال يوما لا للظلم لا للطغيان، نعم للحق ولا شائغ للحق. فتحية
خزي وعار لكل الفاسدين المحليين والإقليميين. تحية ذل وهوان لهؤلاء الفاسدين، لهؤلاء المفسدين، لكل المستبدين، لكل الظالمين الذين عاشوا فسادا في المنطقة وما زالوا يستفيدون من فسادهم. ولكن نقول لهم الآتي بأنه انتهى زمن التحكم، انتهى زمن اللامبالاة، انتهى زمن الزبونية، وسينتهي كذلك زمن المحسوبية، لأنه اليوم الساكنة تجرعت الويلات من هذه الشرذمة من المسؤولين، من هذه الشرذمة من المنتخبين. إذن في هذا الإطار كما قلنا أتينا إلى هنا من أجل الاحتجاج، وسنستمر بالاحتجاج. ملفاتنا واضحة لا يشوبها شائكة، نطالب بحق أبناء المنطقة في التعليم، لأنه قلنا كما قلناها كيف يعقل لأنه عدد كبير من أبناء المنطقة ينجحون سنويا من السلك الإعدادي والمنطقة، أكثر من 8000 نسمة تتوفر على أكثر من 8000 نسمة، ولا تتوفر على الأقل ملحقة ثانوية كما نطالب بذلك، مما يشجع على الهدر المدرسي في خرق صارح لما تقوله الدولة وما يتبجح به المسؤولون من مكافحة الهدر المدرسي. ولكن المسؤولين المحليين والإقليميين لا يعيون أهمية لهذا الشعار، ولو أنه شعار حبر على ورق. إذا كما في ولاية الجهة الشرقية واجتمعنا مع الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية، طرحت المشاكل جملة وتفصيلة بكل ما تعانيه المنطقة نقطة نقطة، في ملفات السكن، في ملف الصحة، في ملف التعليم، في ملف التصوير، في ملف المشاكل، كل المشاكل كما قلت التي تعانيها المنطقة. هناك وعود من السلطات الولائية من أجل البحث في هذه المشاكل ومحاولة حلها في أقرب وقت. نتمنى أن يتحقق ذلك، وإن لم يتحقق ذلك فنحن مستمرون في احتجاجاتنا وفي تصعيد الاحتجاجات. تقريبا هذا ما أتى من أجله أبناء المنطقة، هو الحوار مع السلطات الولائية. خطوة الأولية تحققت وهو الحوار مع مسؤولي الولاية، في انتظار أن يحقق ما أتينا من أجله وتحقيق مطالبنا المشروعة. سنستمر في الاحتجاجات وسننتظر إن تحقق ما تحقق، وما لم يتحقق فسنستمر في المطالبة به. فتحية مجددا لكل هؤلاء الأبطال، لكل هؤلاء المناضلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنشكر الإعلاميين الشرفاء كما قلت لمواكبتهم هذه الاحتجاجات، وخاصة نخص بالذكر موقعي الإلكترونيين زيو سيتي وكذلك ناظر سيتي، الذين وقفوا منذ أول وقفة أقيمت في المنطقة، أي ذلك في شهر 6. فتحية لهؤلاء الذين سهروا على أن يعطوا الصورة الحقيقية لأبناء المنطقة ومعاناة أبناء المنطقة. إذن نتواجد فتحية لهؤلاء مجددا، نتواجد اليوم أمام ولاية الجهة الشرقية ونشكر الإعلاميين على مواكبتهم ومجهوداتهم، ونشكرهم كذلك على شقائهم للوصول إلى هنا. إذن نحن نتواجد من أمام ولاية الجهة الشرقية، حيث كانت هناك وقفة احتجاجية من أجل مطالبة بتدخل الوالي لحل المشاكل المستحصية في المنطقة التي يطالب بها الساكنة بشكل ملح. هنا نتواجد من أمام الولاية، إذن قمنا بوقفة احتجاجية وكذلك اجتماع مع المسؤولين الولائيين وبشكل خاص مع الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية، حيث طرحت المشاكل ودرست المشاكل بنقاطها بحيثياتها، وطرح كل ما لدينا به منذ هذه المدة. وعود من السلطات الولائية على أنه سيتم فك المشاكل أو لدراسة المشاكل من أجل فكها، محاولة إنجاز كل ما يمكن إنجازه في المنطقة، وكذلك محاسبة المسؤولين لكل من تورط في أي ملف من ملفات الفساد وملفات التصوير منذ هذه السنوات. لا نتحدث عن 4 سنوات وفقط، ولكن نتحدث هذه على عشرات السنين. كل من تورط في أي ملف من ملفات الفساد لهذه السنوات يجب أن يحاسب في إطار القانون كما قلنا، ونحن سنستمر احتجاجات في إطار القانون من أجل تحقيق ما طالبنا به منذ 4 أو 5 أشهر.